المرأة في الحدث، أهلا بكم مشاهدينا في حلقتنا لهذا اليوم. نستعرض وإياكم أهم الأخبار والقضايا السياسية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بالمرأة، خصصناها لكم من الشرق الأوسط والعالم. ابقوا معنا. نبدأ حلقتنا اليوم من الشمال السوري. تناولت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها كافة أشكال المعاناة التي عايشها الأطفال السوريون خلال السنوات التسع من الأزمة السورية. كما أكد المسؤولون في المنظمة أن العمليات القتالية الدائرة في البلاد هي المسبب الرئيسي لكافة أشكال المعاناة تلك. لنشاهد. التأثيرات والنتائج الكارثية التي أوجدتها تسع سنوات من الأزمة السورية لم تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية فحسب، بل امتدت لتشمل البنية الاجتماعية السورية لتخلف واقعاً موجعاً إحدى أكثر ظواهرها إيلاماً ما تكبده الأطفال السوريون من أشكال عدة للمعاناة، منها زواج القاصرات وعمالة الأطفال ناهيك عن الولادة في دول الجوار لتحولهم إلى لاجئين. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف قالت في تقرير لها إن 5 ملايين طفل سوري ولدوا خلال السنوات التسع من الأزمة. هؤلاء الأطفال لم يكتب لهم جميعهم أن يولدوا داخل حدود بلادهم، إذ توضح المنظمة في تقريرها أن حوالي 4.8 مليون طفل ولدوا في سوريا، في حين ولد 1 مليون طفل سوري في دول الجوار ليخلقوا معهم صفة لاجئ. وفي صورة أخرى تجسد ما يعانيه الطفل السوري في ظل المعارك والحروب القائمة في بلاده، أكد تقرير المنظمة أنه تم تجنيد حوالي 5000 طفل لا يتجاوز عمر بعضهم 7 سنوات في العمليات القتالية. زواج القاصرات أو الزواج المبكر للفتيات نقطة أخرى تناولها اليونيسف في تقريرها، أكدت فيه أن الحروب الدائرة على الأراضي السورية بطريقة أو بأخرى هي المسبب الرئيسي لكافة أشكال المعاناة التي يعيشها الأطفال السوريون. المسؤولون في المنظمة كان لهم رأيهم حول هذه الحقائق الكارثية التي يعانيها الطفل السوري، إذ علقت المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور والتي زارت سوريا الأسبوع الماضي بقولها أن الحرب في سوريا تصل اليوم لعلامة فارقة هي وصمة عار أخرى، مع دخول النزاع عامه العاشر ودخول ملايين الأطفال العقد الثاني من حياتهم محاطين بالحرب والعنف والموت والنزوح، مضيفة بأن الحاجة للسلام اليوم هي أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تيت شيبان، والذي رافق فور في زيارتها إلى سوريا، قال إن العمليات القتالية التي أوصلت البلاد إلى حافة الهاوية هي السبب في ما يحصل من تزويج الفتيات اللواتي لا زلن في عمر الطفولة، مضيفا بأن العائلات أخبرته أن تزويج بناتهم الصغار وإرسال الأطفال للعمل كانت الخيارات المتاحة أمامهم في ظل المعارك الطاحنة في بلادهم. وإلى اليونان، تسلمت القاضية اليونانية إيكاتيرينا ساكيلا روبولو رئاسة الجمهورية لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد، متعهدة بحماية حدود البلاد والدفاع عن حقوق الإنسان. كما دعت اليونانيين لاتباع التعليمات الصحية بشأن فيروس كورونا المستجد. المزيد من التفاصيل في تقريرنا التالي. لنشاهد. في خطوة غير مسبوقة دخلت القاضية اليونانية إيكاتيرينا سكايلاروبولو التاريخ من أوسع أبوابه بعد انتخابها رئيسة للبلاد بغالبية كبرى، تكون بذلك أول امرأة تصل لهذا المنصب. البرلمان اليوناني أعلن تصويت 261 نائبا في البرلمان من أصل 300 نائب لصالح انتخاب سكايلاروبولو، والتي كانت تشغل منصب رئيسة مجلس الدولة ومدافعة عن قضايا البيئة، لتكون خلفا للرئيس السابق بروكوبس بافلوبولوس.
سكايلارو بولو أدت اليمين الدستورية كرئيسة جديدة لجمهورية اليونان لمدة 5 سنوات مقبلة، وحددت أولوياتها وهي معالجة الأزمة الاقتصادية والتغير المناخي وموجة الهجرة، مؤكدة على تمسك اليونان بمبادئه الديمقراطية. وتعهدت سكايلارو بولو بحماية حدود البلاد والدفاع عن حقوق الإنسان، ودعوة اليونانيين إلى توخي الحذر واتباع التعليمات الصحية بشأن فيروس كورونا المستجد مع تسجيلها لأكثر من 100 إصابة. الرئيسة الجديدة عبرت عن أملها في أن يؤدي انتخابها إلى تحسين وضع جميع اليونانيات في الأسرة والمجتمع، وأكدت أنه قد حان الوقت للنساء في هذا البلد الإدراك بأن بإمكانهن تحقيق أحلامهن دون مواجهة عقبات لمجرد أنهن ولدن إناثاً. سكايلارو بولو البالغة من العمر 63 عاماً لا تنتمي إلى أي حزب سياسي، وتعتبر ناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة. أخبارنا الاجتماعية والفنية والثقافية بعد هذا الفصل. تشجيعاً للناس على الالتزام بإجراءات السلامة الضرورية لمنع تفشي فيروس كورونا، أضافت مصممة أزياء أردنية لمسة جمالية للكمامات الطبية من أجل تشجيع الناس على وضعها تفادياً لعدوى انتشار المرض. ويأتي هذا بعد رصد السلطات الأردنية إصابة رجل بالفيروس القاتل. لنتابع معاً. وسط مخاوف واسعة بخصوص انتشار فيروس كورونا المستجد، أضافت مصممة أزياء أردنية لمسة جمالية للكمامات الطبية من أجل حث الناس على ارتدائها، وتشجيعاً للناس على الالتزام بإجراءات السلامة الضرورية لمنع تفشي المرض. تتأنق المصممة سامية زقلة بكمامات طبية ملونة ومزينة بقطع كريستال. هلا هذا الهدف من وير الماسك بس عشان اشجع الناس انهم يلبسوا ماسكات. هلا هو طبعا مش طبي 100%، بس عشان اشجعهم انه يلبسوه، واللي بحب طبعا اللي حابب يتبع الموضه والاشياء الفاشن بيقدر انه يلبسها، ممكن يلبسها از كفر فوق الماسك الحقيقي اذا طبعا يعني لانه هو له وقت محدد بعدين خلص. مصممة الأزياء الأردنية أكدت أن فكرتها جاءت بعد رصد السلطات الأردنية حالة إصابة رجل بالفيروس، مشيرة لأهمية توخي الحذر حيال انتشار كورونا. هلا في ناس كتير حبوا الفكرة، وبنفس الوقت كان في ناس بنتقدوا الفكرة لأنه هي يعني إشي بخص المرض، بس أنا ما كان هدفي عشان الماسك وعشان المرض، أنا كان هدفي إشي فني بس. وبعد أن لقيت فكرتها قبول البعض وانتقاد البعض الآخر، أوضحت سامية الزقلان الفكرة إبداع فني فقط، مشيرة أن عملية تزيين كمامة متوسطة تستغرق أكثر من 3 ساعات ومئات من قطع الكريستال الصغيرة. هذا فيما أغلقت السلطات الأردنية المعابر الحدودية مع إسرائيل والضفة الغربية وموانئها أمام الشحن البحري من مصر، وحظرت حركة المسافرين البرية من العراق، كما منعت السفر إلى لبنان وسوريا بهدف تجنب وصول كورونا إلى الأردن. في مجتمع يرفض خروج المرأة للعمل، تحدث نسيم الشيباني التقاليد وفتحت محلاً وسط العاصمة صنعاء لبيع الخضروات والفواكه، بعد أن تقطعت بها السبل إثر نزوحها من مدينتها تعز إلى صنعاء لتؤمن به ولو شيئاً بسيطاً لقمة عيش لأولادها. تفاصيل أكثر حول قصة نسيم مع مراسلتنا صباح الشغدري من هناك. لنتابع. من بين أنقاض الحرب تزهر الورود وتتنفس الصعداء لتقاوم وتتحدى كل تضاريس الحياة، وما دام في الجسد روح فلا زال الأمل موجود.
هذا ما وجدناه في قوة وإصرار نسيم الشيباني التي وجدت نفسها تائهة حائرة بعد أن أجبرتها ظروف الحرب على مغادرة منطقتها لتنزح إلى منطقة أخرى باحثة عن كل وسائل سبل العيش لتقي نفسها وأولادها حاجة الناس. نحن نزحنا من تعز بسبب الحروب هذه، وبعدين نزحنا سنة جلسنا في القرية، فبناتي توقفن عن الدراسة سنة، بعدين قلت بطلع صنعاء عشان يدرسوا علشان يتجنبوا الحروب هذه، وبعدين جلستوا هنا من غير يعني ما حصلنا لا أشغال ولا حصلنا شيء، درستوهن كذا مدارس يعني عادي حكومية بس لا ما فيش دراسة قوية. فبعدين خلاص فكرت، كنت أفكر في مشروع أسويه وما قدرت، يعني ما فيش الإمكانيات إنني أسويه. فلحد الآن كذا عملت يعني جمعياني، طبعا أدرب سواقة سيارة، فكنت أجمع جمعية، فقلت بعمل ملي مشروع بهذا. طبعا عاد ما كملتش الجمعية لحد الآن، بس استلمتها أنا أول واحدة، فقلت بعمل لي مشروع. ففكرت برأيي إن هذا المشروع هذا أحسن شيء، يعني غير قلت إنه في بو داخل يعني. وبكل ثقة قررت نسيم أن تخوض غمار التحدي مع وضعها الذي أصبح في حالة لا ترضاها، وهي ترى في الذات كبدها يقل مستواهم التعليمي تدريجيا نتيجة شحة المادة، فلجأت إلى فتح مشروعها الصغير لبيع الخضار مع علمها أنها قد تكون محطة استغراب ممن حولها. في البداية كنت طبعا مش متقبلين الناس هنا، كيف بنت تمسك الخضروات تبيع خضروات، فدعممته قلت ما علي منهم. بعدين تقبلوا شوية خلاص، الآن بدأوا يشجعوني، بدأوا يدخلوا عندي يشتروا، عادي تقبلوا الموضوع. كل البنات تفتح المشاريع معروفة، خياطة، بخور، عطور، قلت أني بفتح غير يعني بلفت أشد الانتباه، ويمكن يكون في بو دخل زيادة. أشوف الرجال كل مصروفاتهم من الخضروات. وبعدين في هنا كنت نحن نعاني من الخضروات إنها بعيدة علينا، فقلت ليش ما افتحش مشروع هنا قريب يكون، وأسهل للناس المواصلات وسهل لنفسنا وسهل كل شيء. ولا أتمنى أني أوسع المشروع حقي كبير طبعا إن شاء الله يعني، وهذا بفضل الله إن شاء الله الله كريم. استطاعت نسيم الشيباني بقوة عزيمتها أن تتغلب على ظروفها لتنطلق بمشروعها المتواضع حاملة عبء المسؤولية على كتفها، وكلها ثقة أن الله هو المعين. وقفت المرأة اليمنية إلى جانب أخيها الرجل لنصرة نفسها ووطنها، ولم تقف مكتوفة الأيدي بل ناضلت طويلا، واستطاعت أن تجد لنفسها مخرجا ومكانة معروفة. صباح الشغدري لقناة اليوم صنعاء. تمنت المجارية سيلفيا موروش لو أنها تعرفت منذ وقت مبكر إلى مجموعة إيزي رايدرز لراكبي الدراجات النارية، فهم يجوبون الشوارع بمهمة واحدة ألا وهي مساعدة ضحايا العنف الأسري لتصبح هي نفسها واحدة من تلك المجموعة. لنشاهد معا هذا التقرير. إيزي رايدرز، مجموعة من راكبي الدراجات النارية، تمنت سيدة مجرية لو أنها كانت قد تعرفت إليهم مبكرا، فهم يجوبون الشوارع بمهمة واحدة مساعدة ضحايا العنف الأسري. سيلفيا موروش أصبحت الآن عضوا في المجموعة بعد إن كانت هي نفسها ضحية لسبع سنوات في علاقتها السابقة التي عانت فيها يوميا من إساءة لفظية وتهديد بالقتل والعنف، وكسر فيه مرة أحد أصابعها على يد شريكها السابق. أشكر الله أنني لم أعش كتلك السيدات اللائي نسمع عنهن ممن يتعرضن للضرب حتى الموت تقريبا، أو يعنفن لمجرد أن الملح كان زائدا في الحساء. لكنني عندما كنت أعود من مشوار ذهبت إليه بمفردي إلى اجتماع لأولياء الأمور، كان الأمر يتحول إلى شجار بيننا. المجموعة التي تضم نحو 700 شخص غالبيتهم رجال
يتجهون بدراجاتهم النارية في استعراض للقوة لنجدة من يطلبونهم من أولئك الضحايا، بل ويساعدونهم على إيجاد سبل لترك منازلهم وحتى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركاء المسيئين. ويمكن للضحايا من النساء أن يتواصلن مع هذه المجموعة من خلال الهاتف أو عبر صفحتهم على الفيسبوك. وتقول المنظمات المدنية أنها تفتقر إلى الموارد لمساعدة ضحايا العنف الأسري بشكل فعال، مضيفة أن مبادرات كهذه المجموعة لركب الدراجات النارية تساعد في سد هذه الفجوة. فيرا ميرو، عضو بمنظمة مدنية في المجر تساعد السيدات من ضحايا العنف الأسري، تقول أن كل أسبوع في المجر يشهد وفاة سيدة واحدة على الأقل على يد شريكها. وتقول موروش التي حصلت على حكم بعدم اقتراب شريكها السابق منها العام الماضي أن هذه المجموعة من راكبي الدراجات النارية ساعدوها في أن تضع محنتها خلف ظهرها وشجعوها على مساعدة الأخريات على مواجهة العنف المنزلي. زاد الإقبال على مشاهدة برامج الطهي على الإنترنت في الصين منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، مع اضطرار الملايين للبقاء في منازلهم وإغلاق المطاعم ووضع قيود على خدمة توصيل الطعام. لنتابع. يرتدي الطاهي جانغ شوشي مأزراً ويقف أمام الكاميرا ليشرح طريقة طهي الروبيان بالثوم على الطريقة الصينية الكانتونية، ويشاهد المئات عبر البث المباشر كيف يتحول لون الروبيان إلى البني في المقلاة، وينتظرون الخطوة التالية في برنامج الطبخ الذي يبثه جانغ على الإنترنت. ومع انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين زاد اهتمام الملايين بالطهي بعد أن أجبرت جهود الحكومة للحد من تفشي الفيروس الكثيرين على البقاء في منازلهم. وتقول جينغ يان، وهي واحدة من متابعي هذا البرنامج من شنغهاي وتبلغ من العمر 28 عاما، إنها لم تبدأ الطهي في المنزل إلى أن تفشى الفيروس، مضيفة أنها اتخذت هذه الخطوة في الأساس بسبب إغلاق جميع المطاعم ولأن خدمة توصيل الطعام كانت تتطلب استلام الطلب عند مدخل المجمع السكني، فكان عليها ارتداء الكمامة ولم يكن الأمر مريحا. ويقول الطاهي جانغ شوشي إنه بالإضافة إلى ارتفاع نسبة مشاهدة برنامجه وجد أن المشاهدين يتوقون ليس فقط لاكتساب مهارات الطبخ بل أيضا للتواصل العاطفي. بالنسبة لنا نحن من يقوم بالبث المباشر يجب أن نكون سعداء عندما يزيد مشاهدون عبر الإنترنت، لكن في الواقع أعتقد أن الوباء ربما يكون السبب الذي جعل البث المباشر نافذة للآخرين ومتنفسا لهم. ناقشنا موضوعات على البث المباشر لا يمكن أن تخطر ببالك. وزاد عدد مرات التحميل لأعلى 5 تطبيقات للوصفات عبر الإنترنت لأكثر من الضعف، من 1 مليون إلى 1,250,000 في فبراير شباط وفقا لشركة سينسور باور للأبحاث. وقالت شركة بيليبيلي الصينية لبث مقاطع الفيديو إن المحتوى المتعلق بالطهي والطعام شوهد أكثر من 580 مليون مرة على منصتها في الشهر الذي مر منذ تفشي الفيروس. اختفت الكمامات من الأسواق الباكستانية وقفزت أسعار المطهرات وسط حالة من الذعر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بعد أن أغلقت البلاد جميع المدارس والحدود البرية. لنتابع معا هذا التقرير. اختفت الكمامات من الأسواق الباكستانية وقفزت أسعار المطهرات وسط حالة من الذعر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بعد أن أغلقت البلاد جميع المدارس والحدود البرية. والإجراءات التي تضمنت أيضا الحد من الرحلات الجوية الدولية والتجمعات الكبيرة في محاولة لوقف انتشار الفيروس أعلنت بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الوزراء عمران خان. وقال أحد الصيادلة ويدعى محمد عفران: نعاني نقصا في جميع أنواع الكمامات ونتلقى مكالمات من كل مكان
من أشخاص في الحكومة والقطاع الخاص والمعارف والأصدقاء والأقارب، الكل يسأل عن الكمامات، وبعض الناس بدأت تستغل الأمر في التجارة، يشترونها من مكان واحد بسعر منخفض ثم يبيعونها في مكان آخر بسعر أعلى وهكذا. ولباكستان حدود مع الصين وإيران، وهما من أشد البلدان تضرراً بالفيروس، وأبلغت إسلاماباد عن 28 حالة إصابة لكن لم تحدث وفيات، ومعظم المصابين سافروا إلى إيران، إلا أنها سجلت أول حالة لشخص أصيب بالعدوى داخل البلاد الجمعة. وباكستان مثل معظم دول جنوب آسيا تعاني من ضعف نظام الرعاية الطبية، وهو غير مجهز للتعامل مع أي طوارئ صحية واسعة النطاق مثل فيروس كورونا. وحثت منظمة الصحة العالمية وبعض الدول مثل أستراليا وسنغافورة الناس على عدم شراء أو ارتداء الكمامات ما لم يكونوا مرضى، بينما حثت دول أخرى مثل كوريا الجنوبية مواطنيها على ارتداء الكمامات، في حين قال خبراء إن المعالجة الخاطئة للكمامات يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالعدوى. المرأة هي شريكة أساسية في مسار السلام، محور لقائنا بعد الفصل. في لقاء خاص مع قناتنا قالت العضوة في الاتحاد الإيزيدي السوري نسرين جعفر أن المرأة الإيزيدية شريك أساسي في مسار السلام، مضيفة أنها استطاعت تطوير ذاتها متخطية الكثير من المصاعب، حيث خطت خطوات ملموسة كان لها أثر واضح في المجتمع. لنشاهد. المرأة الإيزيدية بسوريا قدرت تخطي خطوات كتير متطورة في بالمجتمع، فمن الناحية الثقافية، من الناحية الدينية، من الناحية الاجتماعية، قدرت تتجاوز كتير مصاعب، قدرت تشارك بجمعيات، قدرت تطور من شخصيتها، صارت تتثقف. بالأول ما أظن كانت المرأة غير للمطبخ مثلا، كانت تفوت على المطبخ أو هيك شيء، بس هلأ فهي عندها هلأ دافع، عندها دافع للتطور والتقدم، بتشارك بتحاول. فنحن أنا كمرأة إيزيدية بلشت كمان مثل أي امرأة سورية إيزيدية سورية، حبيت شارك هون وحبيت وصل صوتي وصوت كل امرأة إيزيدية للعالم، أنه نحن كمان مثل أي امرأة بالعالم، نحن الإيزيديات كمان فينا نعمل شيء، كمان فينا نشارك المجتمع ونشاركهم بأفكارنا ونشاركهم بالقرارات، حتى فينا نوصل للمراكز العالية، فينا نبدي رأينا. فحتى المرأة هلأ الآن بسوريا فيها حتى يكون دورها كتير فعال، صار دورها كتير فعال، صارت متقدمة، صار لها أفكار الخاصة، صار لها مشاركاتها. وأنا بشجع كل امرأة إيزيدية سورية أو إيزيدية بشكل عام أنه تحاول تطور من حالها، تحاول تشارك بهيك فعاليات، تحاول لحتى توصل صوت كل امرأة بالبيت للعالم شوي شوي، لحتى نحن كمان مثل أي امرأة في العالم بصير دورنا مثل يعني مثل الرجل، حتى انه نحن مو للاعمال البسيطه، نحن كمان فينا نقدر نطور من نفسنا ونقدر نوصل صوتنا للعالم كلياته. ومقالنا اليوم للكاتبه السوريه فوزة يوسف، تفاصيله بعد الفاصل القصير. قالت الكاتبة السورية فوزة يوسف في مقال لها أن المرأة التي لا تملك نفسها وإرادتها ولا تكون لديها ثقة بقوتها
وذات وعي بالماضي والحاضر لا يمكن أن تبدي إرادة المقاومة. لنتابع معا هذا المقال. ما حققته المرأة الكردية من ثورة في جميع المجالات بات أمراً لا يمكن أن ينكره حتى الأعداء. فخلال سنوات الثورة في روجافا تم التركيز وبشكل دائم على الجانب العسكري، وهذا كان طبيعياً إلى حد كبير، لأن داعش الذي هزم جيوشاً من الرجال قامت النساء بمحاربتهم ودك عرشهم، لكن لم يتم التركيز على الجانب الفكري والفلسفي الذي صنع الإرادة الفولاذية في النساء بحيث يقاومن داعش وينتصرن عليه. عدم التركيز على هذا الجانب باعتقادي كان ممنهجاً لحد كبير وعن قصد، ذلك لأن أهمية الجانب العسكري يمكن أن تنتهي مع انتهاء الحرب، لكن الجانب الفكري والفلسفي إذا ما تم الترويج له والتركيز عليه فإنه سيؤثر على كل النساء ويفتح الطريق أمام نشر هذه الفكرة وهذه الطريقة في الحياة والسياسة. وهذا كان إجحافاً بحق ثورة المرأة، لأنه لا يمكن أن تكون هناك ثورة دون منظومة فكرية ويوتيوبية يعتمد عليها، وهكذا بالنسبة لثورة المرأة أيضاً. يقال بأنه لولا أرسطو طاليس لما كان الإسكندر المقدوني قوياً لهذه الدرجة. القوة الفكرية والفلسفية لدى أرسطو الذي كان معلماً للإسكندر المقدوني هو الذي جعله بطلاً قوياً لهذه الدرجة. ولن يكون من الخطأ إن قلنا أنه لولا نظرية الحرية لدى المناضل الثوري عبد الله أوجلان لما تحققت ثورة المرأة بهذا الزخم الكبير. فلسفة الحرية التي قام بزرعها في هذه الديار ومنذ التسعينات، تقاليد الحرية التي تجذرت خلال هذه الفترة الزمنية كانت مثل البذرة التي تحتاج إلى تربة ملائمة لتصبح شجرة عملاقة. وأحداث 2011 هيأت الأرضية لأن تكبر هذه البذرة، فالمرأة التي لا تملك نفسها وإرادتها ولا تكون لديها ثقة بقوتها وذات وعي بالماضي والحاضر لا يمكن أن تبدي إرادة المقاومة، فالمقاومة هي نتيجة. لكن هناك من يدفع إلى المقاومة لدى الإنسان، فمن لا يعرف معنى الحرية لا يمكن أن يكون تواقاً لها ومقاتلاً من أجلها لهذه الدرجة. يقول سبينوزا إن الحرية هي قوة الفهم. نعم، بالفعل الحرية مرتبطة بقوة المعنى لدى الإنسان وقوة الفهم. فإذا ركزنا على التاريخ الإنساني يمكننا رؤية هذه الخصوصية في صراع الآلهة إنانا والإله أنكي، حادثة بروموتوس الذي سرق النار من آلهة اليونان ليمنحها للفقراء، وكذلك حادثة مقتل الحلاج المنصور الذي كان يقول أنا الحق فتم سلخه حتى الموت. كل مناضلي الحرية هم في الوقت نفسه مناضلو قوة المعنى لدى الإنسان. لذلك لولا الأسس الفكرية المتحررة للقائد أوجلان لما كنا سنتحدث اليوم عن ثورة المرأة، أو أنها كانت ستكون في إطار الفامينية الغربية التي لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن حقيقة مجتمعاتنا. نهاية حلقتنا مشاهدينا الكرام، أشكركم على حسن وكرم المتابعة، إلى اللقاء.